المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها إصابة واحدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم. زراعة 700 ألف شجرة في كاشبركا. وتطور في تنمية البساتين في كركبت. مقتل جنديين بقوات حفظ السلام شمالي مالي. مقاتلات أمريكية تصل كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة. وماكرون يستقبل لابيد في باريس ويدعو لضرورة إيجاد حل لأزمة الغاز. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الأقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد من مايتماناي بفيروس كورونا. في حدود ذلك شوفي مريض واحد من مرض كورونا في الأقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9811، شوفي منهم 9693، وتوفي 103 مريض فيما يتلقى 15 مرضى رعاية في المستشفيات. وزارة الصحة الخامس من يونيو أو السابع من يوليو 2022. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القشبركة بوضع برنامج لزراعة أكثر من 700 ألف شجرة هذا العام. وأوضح ممثل السلطة السيد تخستيخ في مريم خلال تفقد المؤسسات الحكومية والجيش لعملية إعداد الشتول أن التشجير الذي سيجرى في الخريف على مستوى الإقليم يهدف لإعادة القطاع النباتي إلى سابق عهده. وذكر بأن الزيارة تهدف لرفع وعي الجهات المؤثرة بأهمية التشجير ومعرفة عملية إعداد الشتول، مشيرا إلى أن 52% من 27 نوعا من الشتول المعدة للتشجير من الأشجار المستوطنة. ودعا المؤسسات الحكومية عامة والإدارات والطلاب خاصة للقيام بدور فعال في برنامج التشجير الذي سيجرى ببرنامج أو عبر برنامج حملة الطلاب الصيفية التنموية والنفير الشعبي والجيش. وأشار إلى وضع برنامج لإعداد مليوني شتلة هذا العام في مشاتل لبارونتو وغردات ولوغانسبا وتوكومبيا ومحجر وتسيني وشامبق ومنصورة، لكن شح المياه تسبب في إعداد 800 ألف شتلة فقط، وسيتم قرص أكثر من 700 ألف منها. وأكد المشاركون في الزيارة على المساهمة في مكافحة قطع الأشجار وقرص البديل لها، منادين باتخاذ خطوات سريعة لحل نواقص المشاتل وتطويرها وتوفير التجهيزات والنقل لقرص الشتول المعدة. تساهم عيادة فورتو في مديرية صنعفي بدور كبير في رفع الوعي الصحي. وأوضح مسؤول العيادة الممرض عبدالله أحمد أن العيادة تقدم خدمات الصحة العامة ورعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال والتوعية بالأمراض المعدية. وأكد السيطرة على أمراض الأطفال نتيجة الخدمات المتجولة للكادر الصحي، مشيرا إلى انخفاض الأمراض المعدية لاتباع المواطنين للإرشادات الصحية. من بدورهم أشار السكان إلى أن التوعية الصحية ساهمت في نظافة البيئة ومكافحة الأمراض وانخفاض المصاعب الصحية أثناء الحمل والولادة. وتبعد فورتو مسافة 14 كيلومتر إلى الجنوب من مدينة صنعفي. أفاد المزارعون الناشطون في تنمية البساتين في خور بركة وهمبول في مديرية كركبت بإحداث تغيير في حياتهم المعيشية. وأوضح المزارعون أوضحوا تنمية الخضروات وسد متطلبات السوق وسيعملون لزراعة أشجار الفواكه. وذكر مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية كركبت السيد ميكيال قبر مسقل أن 75 مزارع يقومون بتنمية الخضروات والعرف الزراعي وتربية الأبقار، ودعا المزارعين لاتباع إرشادات الخبراء الزراعيين في استخدام المبيدات الحشرية لتأثيرها الضار على المنتج والتربة.
نظم قسم السياحة في إقليم القاشبركة سيمينار لأصحاب عمال المرافق الخدمية في الإدارة وجودة الخدمات. أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في القسم السيد سبرات كبرمتهن في السيمينار بأن جودة ونظافة الخدمات وحسن الضيافة والاستقبال في المرافق الخدمية يؤدي إلى رفع الإيرادات. وقال المدير العام لقسم السياحة في إقليم القاشبركة العقيد حامد يوسف أن تقديم تأمين الخدمات الجيدة في المرافق الخدمية من أهم أهداف قسم السياحة، وقد المشاركون بدورهم في السيمينار العمل والمساهمة لخدمات سريعة وجيدة. قدم الإريتريون المقيمون في المدن الألمانية 26,121 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء، وجاء التبرع من الإريتريين في فرانكفورت ودوزفدورف ونورمبينغ وفوبرتال وأفنباخ وكيلن وكاسل وزيغ ورتلينغن وبيلفيد وأولم. كما تكفل الإريتريون في فوبرتال برعاية 20 أسرة الشهيد، ودوزلدورف ب 17 أسرة الشهيد، وبرلين 7 أسرة الشهيد، وفرانكفورت أسرتي شهيد. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأصيب 5 آخرون بجروح خطرة في انفجار لقم أرضي في شمال البلاد القارق أو في شمال البلد القارق في دوامة هجمات متشددة بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن انفجار لقم أرضي بآلية مدرعة كانت في إعداد قافلة لوجستية تابعة لمينوسوما بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد تحقيق الاستقرار في مالي على طريق تساليت غاو، ووقع الهجوم على بعد 60 كيلومترا من غاو. وفي نيويورك أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا أكد فيه أعضاء 15 أنهم يدينون بأشد العبارات الهجوم. وقتل 177 جنديا من قوة حفظ السلام في أعمال عدائية، بينهم 4 في يونيو، وأصيب 8 في انفجار ألقام في منطقة تيمبوكتو في 23 من يونيو الماضي. وصلت إلى كوريا الجنوبية 6 مقاتلات أمريكية قادرة على التخفي من الرادار من طراز F-35A لإجراء تدريبات للحلفاء، وذلك في أول نشر علني لطائرات الشبح الحربية الأمريكية هنا منذ أواخر عام 2017. وقالت وزارة الدفاع الكورية في سيول في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن الانتشار يهدف هذه المرة إلى إظهار الردع القوي للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والموقف الدفاعي المشترك، إضافة إلى تحسين التشغيل البيني بين القوات الجوية. وجاء الانتشار من قاعدة إيلسون الجوية في ألاسكا في الوقت الذي تكثف فيه سيول وواشنطن التنسيق الأمني وسط مخاوف بشأن احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية أو استفزازات أخرى. وتستمر التدريبات حتى 14 من يوليو، وكان آخر نشر علني للطائرات الحربية الأمريكية من الجيل الخامس في ديسمبر من عام 2017، وأجرى الحلفاء تدريبهم المنتظم على اليقظة آيس. عبر الرئيس الأمريكي الفرنسي مانويل ماكرون عن أسفه لمواصلة طهران رفض إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، متعهدا في الوقت نفسه بمواصلة كافة الجهود لإقناعها بالتصرف بعقلانية. من جهة أخرى، دعا ماكرون خلال تصريح مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد الذي يزور باريس إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية بشأن قضية الغاز الشائكة. وفي أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الوزراء في إسرائيل، التقى يائر لابيد الثلاثاء في باريس برئيس إيمانويل ماكرون من أجل إنقاذ المحادثات بشأن الغاز بين لبنان وإسرائيل.
أعلنت دار سوزبيز عرض هيكل عظمي متحجر لأحد أقرباء التيرانوسورس ريكس والذي جاب الأرض قبل حوالي 76 مليون سنة في مزات بنيويورك هذا الشهر. وقالت دار المزادات أن الهيكل العظمي لجورج سورس السحلية المروعة من شأنه أن يسلط الضوء على مزاد سوزبيز للتاريخ الطبيعي المزمع عقده في 28 من يوليو. وبحسب سوزبيز فإن الهيكل الذي يتم بيعه اكتشف عام 2018 في تشكيل نهر جوديث بالقرب من مدينة حافر بولاية مونتانا الأمريكية. ويبلغ ارتفاع هيكل الديناصور حوالي 3 أمتار وطوله 6.7 متر وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس. وتتوقع سوزبيز بيع الحفورة مقابل سعر يتراوح بين 5 ملايين و8 ملايين دولار. مشاهدينا قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إصابة واحدة بفيروس كورونا في البلاد اليوم. إعداد 700,000 شتلة في إقليم القشبركة. تطور في تنمية البساتين في كركبت. مقتل جنديين من قوات حفظ السلام شمالي مالي. ومقاتلات أمريكية تصل كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات مشتركة. وماكرون يستقبل الأبيض في باريس ويدعو لضرورة إيجاد حل لأزمة الغاز.